بسم الله الرحمن الرحيم. تحية كبيرة للمتتبعين ومتتبعات صوت المظلوم، اختكم نزهة العلاوي. تحية كبيرة للمتتبعين ديالي، مرحبا بكم في هذا اللايف. اهلا ابراهيم زقزاوي، ميلود خاي، تحياتي ليك يا ربي السلامة، تحياتي ليك. رشيدة تحياتي ليك. فاطمة نينو تحياتي لك. سعيدة سعاد تحياتي لك. اللهم امين اخويا ميلود. ما بقى قد ما فات، كل شيء دابا واضح، كل شيء باين، غير اللي بغى يتعامى واللي باغي يمشي مع داك الضفه المحايدة، ديك الضفة اللي كتعطينا للراس، ديك الضفة اللي ما بغاش تحشم ومازال زايدة فيه، اللي كيغطيو الشمس بالغربال. اهلا الحسن يا البقال. اعتذر سلمت عليكم والصوت ما كانش، نعاودو تفوع على الغشاش، نعاودو من الاول. امين 17 تحياتي ليك. كيلاس ليل تحياتي ليك. جالاكسي تحياتي ليك. محمد تحياتي ليك. فاطمة نينو تحياتي ليك. كاراكيا زاهي تحياتي ليك. فتيحة تحياتي ليك. تحياتي لكم كاملين خوتي خواتاتي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، اللي متبعين الملف المرحومة سعاد البريقي. أي واحد متبع الملف من أي دولة، داخل المغرب خارج المغرب، كل شيء كيسين إلا الحق ديال ديك المرحومة، اللي بغاو شي وحدين يغطيوه
ومعمر الحق كيتغطى بالشمس بالغربال، معمر الحق كيتغطى بالباطل. يعيو يضلوا، يعيو يديروا، يعيو نحن لهم بالمرصاد. اف اس تحياتي ليك. مشاو تال فليو وبغى يضربهم البرد، مشاو تال بلاد فليو وبغاو يضربهم البرد. لك يا جبل ما يهزك ريح. شكرا ادم، شكرا لكم نجوى المدني، تحياتي لك. يا جبل ما يهزك ريح، يا جبل الله كما كانش فكرشهم الخليع يعني مخلوعين، ما يخرجوا ويضربوا ولا يضلوا يدخلوا بشي مواضيع اخرى بعادين كاع على اليوتيوب. ربيعة بناني تحياتي لك، ام محمد من ايطاليا تحياتي لك. الناس غالطة، الناس غالطة، سحب لهم بحال دخول الحمام بحال خروجه. ما عمرتي يكون دخول الحمام بحال خروجه، لان كتدخل في الشكل تتخرج في الشكل. حليمة جنان تحياتي ليك، توريا توريا تحياتي ليك. اكيد عاش القضاء المغربي، اكيد المؤسسات القضائية، تحية كبيرة 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 ليهم من هذا المنبر. ولا عزاء للحاقدين، ولا عزاء للكذابين، ولا عزاء اللي كيبيعوا الضمير ديالهم بلا شيء، ولا عزاء. اخبار فراسكم كملوها من عندكم. اهلا مريم ترمان، تحياتي لعاشق الحيوانات. هاد الاستهتار اللي ولا من عند هاد الناس على السلطات وعلى القضاء راه غيتعاقبوا عليه الا ما كانش الخبر فراسهم. انا قلتها لهم دابا، اي استهتار من اي واحد، اي واحد خرج شي بلاني علينا كيبلبل، ماشي كيبلاني كيبلبل، تقاضى لهم كاع على شي هضروا، تقاضى لهم اي حاجه الا والقضاء غادي يتابعوهم ان شاء الله، لان مندسين في واحد الملف ديال جريمه قتل للزوج والام والزوجه، مشتبه فيهم ومتابعين بصراحه. تجي وحده متلوفه مساليه راسها غير مجرد انها دابزت مع الزروه اللي خصها تضرب في اي حاجه باش تبان، خصها باش تبان باش تطلع قناتها المسترزقه. بالنسبه لي انا هذيك مسترزقه، اهلا بالاخ رجاوي رجاوي. شكرا اختي حفيظه، شكرا لكم. عندي انا عندي النور ديال رضا اليدين والنور الله اولا، ودعاويد الناس، دعاويد الناس يعني ما يخفاش عليكم، انا ما عنديش غير هذا الملف، عندي ملفات هما. يعني واحد الانسان تيدعي مع تيدعي معاك بالخير، كيدعي معاك الله يشد فيك، الله يكون معاك، الله يحفظك. اش كاينه شي دعاوي احسن من هادو؟ ما كاين، ماشي بحال شي وحدين تياخذوا اللعنه ديال الله، تياخذوا ذنوب ديال عباد الله، وبالاخص واحد الانسانه ميته مسكينه اللي ما عندهاش الجهد باش ترد الاعتبار ديالها والكرامه ديالها ولا تاخذ حقها، تتمرمط وخميته هي حيه تمرمطات من طرف الزوج والعائله ديالو، ودابا هي ميته كتمرمط من طرف القنوات الاتباع ديالو ديال الزوج. يعني ما قدرش يخرج حتى كرامه لديك الميته يدافع لها على الشرف ديالها او على الحق ديالها. مشى كيجري باغي قال كيدير شكايه بالخيانه. يلا
انا كنبقى نشوف حتى تنعيا، ما عمري شفت بحال هاد الزوج في حياتي، جامي 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 ما شفتش بحالو. اهلا اهلا بالكوكوة ديالنا جيني جود، اهلا اهلا المصداقية المناضلة اللي تاهي صحراوية ما تتفكش اوهو طارت المزة. اللهم امين اختي عيشة جبيرة، اللهم امين. حق المرحومة باين، شوفوا باين بقى قد ما فات. اللهم امين اللهم امين. خوتي خواتاتي المتتبعين ديالي الغزلان، مابقى قد ما فات ليام تطير وثلاث كيجري دغيا، هو جاي يعني اليوم على البارح وحنا في الجمعه الخميس الجمعه، حنا اليوم ثلاث، غدا الاربع، خميس عوده الويكاند، اثنين، هالثلاث جا هالثلاث على الابواب، نعود نكون ان شاء الله في قنيطره، وكاينه غير الجهاد وكاين غير الخير ان شاء الله، وحاشا واش ربي يرضى بالظلم ولا ديك المرحومه تم يمشي حقها هكاك فترس، يعني ضروري ربي غادي ياخد لها الحق ديالها، اكيد اكيد الله مع الحق ماشي مع الباطل، وما كيشجعش المجرمين، الله بس غير كيمهد عليهم واش يتوبوا ويتراجعوا، على الله يتندم عليهم الحال ويعترفوا بالذنب ديالهم باش تخفف عليهم العقوبه، ولكن الناس محده مخبعه، القضاء غيجبد شكون اللي عطاها السم، اللي ان شاء الله غادي يمشي بالمؤبد ان شاء الله، ونعمتي والنعمه بالله المؤبد اللي كيسين مول الفعله، تعيا تخبع تعيا طير تعيا ضلل دير الروح، انا قلت لكم في العنوان الروح عزيزه عند الله. اكيد اختي نهلا سليمه النصر قادم ان شاء الله، يكون النصر لينا والاتباع ديالنا ان شاء الله، ماشي المضللين والظلامه والمكرهين اللي ما باغيش الحق للمرحومه، اللي باغين باي طريقه يغطيو الشمس بالغربال باي طريقه، ما خلاو ما داروا، الوسائل كلها داروها معانا، ونحن لا نتضلل ولا نضلل ولا نمشي معهم في ديك الخط ديالهم ولا نهابهم، نهابوا الا الله سبحانه وتعالى. اي القتل بالسم بالتدريج، يعني القتل العمد، عندهم المؤبد اللي مول الفعله غيمشي فيها، وعاد ارى اللي وما جاوره ما، وارى اللي تيستر، وارى اللي عارف شنو كاين وضارب الطام، وكيجي يبدا يخرج فينا عينيه ويطرطق فينا عينيه ويسب عباد الله، باش قلت لكم هذا الملف صعيب شويه، صعيب ماشي غير شويه، صعيب بزاف، لان فيه الثغرات بزاف، وفيه فيه اكيد اختي نعيمه باش المرحومه ترتاح في قبرها، ضروري اللي عطاها السم يتعاقب ياخذ الجزاء ديالو عادي ترتاح في قبرها ان شاء الله، كلشي باذن الله، ماشي باذن شي قناه ولا اذن شي بوق ولا اذن تحفه، داك المسالي راسو اللي كيخرج علينا دابا كل ساعه يجي بدا يعطينا المواعيد، عاد ولا كيدافع قال لك على النساء المغربيات، وعاد وانت ما خليتي فين ضربتي، بقات لك غير المرحومه غدافع عليها، وايلي انت ما تخبر راه في راسك بلا ما نزيد نعطيك نطلع لك الجوك ونطلع لك القيمه، وانت لا قيمه لك، لا قيمة ولا مستوى لك. اختي عيشة هذيك الهضره غير حيديها قولي لشي حد اخر،
لان انا عارفه اش ندير وعارفه شكون اللي كيكون معايا وشكون اللي كيكون حاضيني. اللي مو صغر تاعليه يجي عندي ويشوف، ما نخسروا عليه والو. اهلا بالاخ محمد بلجيك، اهلا حسنية هولندا، اهلا توريا توريا، اهلا. ما باش تقولوا لي حضي راسك ولا شوفي، ديك الهضره ماشي ديالي انا، وانا عارفه اش ندير وكنخاف من الله، واللي قلب عليا راه غادي يلقى غيلقى جوابو نيت. الو، وعليك السلام خويا كافي كريم. صافا الحمد لله، الله يبارك فيك. عدير شي راني لايف، عدير شي مداخلة. لا انا عاد دخلت من الزنقة، عاد دخلت. قولا انا عندي الدنيا هانية، الا كانت شي حاجة تفيدنا، اسمعني، الا كانت شي حاجة غتفيدنا في الملف ديال المرحومة، من حقك. شوف الملف ولا رأي عام، نعم نعم، لا 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 نعرفها شنو المصادر، حنا اللي كنعرفوها ما كيعرفهاش شي حد اخر. يلا واخا سيدي، انا غنحلك التليفون. تفضل اخويا. السلام عليكم، بغيت نعاود نسلم على المتتبعين ديالك كاملين. وعليك السلام. بحال قلت لك مدام، نعم. انا غادي نقول لك التحليل ديالي. وي سيدي. ونقول المصادر ديالي. وي سيدي. المصادر ديالي من اليوتيوب. بيان سيدي. وانا اللي تنتحمل هاد الهضره ديالي. وي. انا اللي تنتحملها. وي. وهادشي نقاش في اليوتيوب، ما غادي يحاسبني عليه حتى شي واحد، هذا فمي ونقول به اللي بغيت. بيان سور. والتحليل ديالي وانا اللي مقتنع. نعم. بغي يقتنع شي واحد هو هذا، ما بغاش يقتنع انا ما تيهمنيش. شيش غالو. اوكي. في الموضوع ديال المرحومة سعاد. نعم. كانت لعقلتي هاد الايامات كانت غابرة ديك السيدة اللي سميتها زهرة اللي كانت عندهم في البيت. وي. درت التحريات ديالي في اليوتيوب، درت لي روشارج ديالي بحال اللي طلعت عند الدري وقلتها السيدة في السجن في الحبس. علاش؟ السيدة في الحبس. الموتيف غادي يكون عندها موتيف صغير، سيرمون موتيف صغير، ماشي شي موتيف كبير، موتيف صغير ديال الدابزة ديال التستور ديال هذا، قد يكون شهر قد يكون شهرين. لأن أنا هاد الهضرة راه قلتها عند الدري وهو تا هو تفاجأ التحليل ديالي، لأن بحثت مزيان في القناة ديالهم ودرت على جميع التعاليق. الناس كاملين تيسولوا فين مشات فين مشات. أنا براسي سولت. أنا راه عند دابزة. أنا براسي سولت. تانتي شكيتي؟ أنا قلت لك. ماشي شكيت، سولت السيدة فين غبرات؟ فين غبرات؟ أنا دابا قلت لك السيدة مضروبة بالحبس، لأن جميع الاحتمالات حطيتهم، غضبانة، مشات عند أمها، مشات كاين تعاليق تيقولوا مشات تخدم في الفرن. قالوا مشات لاسبانيا. مشات لاسبانيا لا والو، مشات تغضب عند امها. نعم هادشي اللي قالوا شي وحدين، قال لك راه في اسبانيا لا ما كاين لا اسبانيا لا والو، كون كانت تمشي لاسبانيا كون بينوا التحضيرات. بيان سير، هما الباسبور كيفاش هادي، هما الشدة والفادة كيبينوها. فوالا، بالنسبة غضبانة، حنا تنعرفوا العيالات كاملين، ما كاينش شي مرا غادي تمشي غضبانة وتعرف المرا باش تشد الراجل. باش تشدو بالدراري. مايمكنلاش تمشي تغضب وتخلي الولد ديالها اللي واحد حتى هو صغير، راه باين لاج ديالو واقيلا واحد عامين ولا ثلاث سنين، داك لاج اللي عطيتو. ولدها عنده 4 سنين. نقولو كاع 4 سنين، ما قلتلكش بالضبط. ولد صغير. محتاج الأم ديالو. محتاج الأم ديالو، لأنها ما تمشي لا مدرسة لا والو. ما غاديش تخلي هي عاوتاني المرأة راه ما تسمحش في ولدها. بيان سور، ديما هزاه ديما محملاه ديما معاها، هزاه ديما هادي ما غاديش تسمح فيه، ولا هي غادي تمشي تبعد وتبقى تفرج فيه في اليوتيوب.
السيدة مشدودة. وشنو اللي خلاهم انهم يتسطروا ما يقولوش فين كاينة؟ قالوا المدة قصيرة، أرا ندوزوها عليهم إذا كانت مضروبة بار إكزومبل بانت من هنا، لأن آخر مرة بانت نهار 29 سبتمبر، هي قربت تكمل شهر 30 يوم، قربت تكمل 30 يوم. إذا كانت مضروبة هاي بشهر أشنو قالوا هما؟ ما يدوزوهاش علينا، قالوا أجي نخبيو القضية ما نقولوا والو حتى تدوز الشهر ديالها بسلام، ونبينوها وندوزوها بشريبات الماء، نكذبو شي كذبة بحال الكذوب اللي تيكذبو، ولكن هادي ما يدوزوهاش علينا حنا. وكاين شي واحد تيهرب من دار العرس، أجي هي حتى لا بيريود اللي كاين فيها الحفلة وكاين فيها العرس وكاين في داك السبار والحيعة، عادي هي غادي تمشي تغبر، وكون بغات تغبر غادي تغبر مع ولدها، تقول لهم ماشي أنا نمشي، أنا ما بغيتونيش حتى ولدي ما تبغيوش. هذا هو التحليل ديالي التحليل المنطقي. أنزيدك واحد النقطة أخرى مهمة، أنا في هذا البحث اللي كنت نبحث تحت في واحد المفاجأة، تحت في واحد المفاجأة. وي المفاجأة شناهي؟ فاش السيدة غبرت ذاك النهار خصهم شي وحدة اللي تقضي معهم الشغل، شي وحدة اللي حارتوا عليها، وشي وحدة اللي تغسل لهم المواعن، تغون بلاصيها على المرحومة سعاد. اللي غتغون بلاصيها، اللي غادي تغون بلاصيها. جابوا واحد البنت سميتها هاجر، وبنت في الصورة، والبنت مسكينة خجلانة وما عندها لا قناة لا والو، هي رجعت وبنت هي تكون شابة المفاجأة اللي لقيت أن هذيك السيدة سميتها هاجر عندها بنية صغيرة، قتل الولد ديال هذيك زهرة، والزوج ديالها سجن هو في الحبس. اللي صوبوا لها القانع، راه صوبوا لها حتى هي قانع، عرفتها صوبوا لها هذيك السيدة، هذه راه صاحبة زهرة، صاحبتها. رجالهم معتقلين، رجالهم معتقلين بجوج، معتقلين بجوج في نفس الموتيف ديال السرقة ديال الملتهب. علاش جبتو هذه طونبلاسيو بها والاخرى غبرتوها؟ دونك الاخرى معتقلة، اجيونا الصراحة نيشان قولوا لنا شنو كاين، ماشي تخليوها حتى تكمل الاعتقال ديالها. اهلا بالاخ ملقاص، انا عاد شفت خويا الصغير. فهمتي التحليل ديالي مدام؟ فهمتك دابا نسول عاود بالطريقة ديالي انا. فوالا هذا هو التحليل اللي درت، وانا بالنسبه لي اقتنعت لان قريت التعاليق، وكاع دوك التعاليق اللي كتبوا لهم ما تيقدوش يجاوبوهم، هما ما قدوش يخرجوا بالتصريح، وشفت الوجه ديالهم اللي خرجوا نهار دابا وقع لهم هذا الشيء، النهار اللي غادي يديو قلوشه للكلينيك، وبقاو وجههم مخطوف. ما تكونش زعما غير صافي طلع لها هذا الشيء في راسها ومشات بحالها. شوف يا مدام، يطلع ليها فراسها تغضب دابز تقات، راكم شفتوا الشخصيه ديالها كي دايره، غادي تهز ولدها، راها شرسه حتى هي، بحال واحد نقولوا راه ولدها ما تسمحش فيه. هذيك السيده راه شفنا الشخصيه ديالها، يوقع اللي وقع، وحتى اختو ما كايناش في الدار، حتى اختو رحلت. علاش خلات الولد؟ الولد هو الدليل. وكاين شي مره غادي تغبر شهر من ما مشات، ما غاديش تكيد التريتوار المغرب. لا وما تجيش تشوف واش ما عندهاش الكبده ديالها على داك الولد. ما يمكنش، هي معلقه بولدها اكثر من القانون، معلقه بولدها، وما دابا ما عندهاش كيفاش، والبلاصه الوحيده اللي غادي تخليها تبعد على ولدها هي السجن، لان المراه فين ما كانت تجي تدي ولدها، ولا تجي تطلع ليه، ولا تجي تشوفه، وغادي داك الشوق راكي عارفه الشوق لولدها، ما غاديش يخليها تبعد عليه شهر غير الا كانت مجبره. هذا هو التحليل ديالي يا مدام. ولد باقي صغير، مازال محتاج لامه، مازال محتاج الحنان ضمه، مازال محتاج شي دري صغير ملبسينو اللبسه وعاد يهز يدو بغاهم يهزوه. انا بقيت متبع، انا ما تنتفرج فيهم اخويا، ما نكذبش عليك. لا انا ضروري نرجع باش نشوف الولد الصغير شنو تيدير، ما لقاش الام ديالو، ولا هي راه هز يدو تيبغيهم شكون، وشكون اللي مكلفه به دابا؟ صاحبتها هاد هاجر هي اللي مقابله الولد الصغير، لان ما تقلوش عندها مسؤوليه كبيره، عطاها خلى ليها الدراري، خلى ليها البنات بجوج،
وهذه وحنا تنديروا هنا وحنا تنديروا عاد ديك الفعال الاخرى اللي معاها في الدار والقضيه عندهم راه حامضه. ودابا ولاو حتى ولاو بغاو يسدوا القنوات، احنا غادي نسدوا هذه القناه، احنا غادي داروا لنا الفيلم ديال المرحومه، بغاو يعاودوا معنا الفيلم ديال المرحومه اللي ماتت المرحومه ديالو خباها. دونك الناس مولفين، عائله ديال الاجرام مولفين الاجرام ومولفين يخبيو. نتمنى تكوني فهمتيني ومستمعين يفهموا التحليل ديالي. لا اكيد وما يجيوش دابا شوفي غادي تبان، غادي تبان هي غادي تبان المده اللي غادي تبان فين كانت يكذبوا تيكذبوا كانت في السجن. هذه نقطه سوداء فيهم من غير اللي خرجوا اليوم دابا اليوم يكذبونا ويبينوها اليوم تخرج بعد يكتبونا باوديو ولا تخرج يهضروا معاها ولا يشوف يبينوها لنا صوره صوت وصوره عاد غادي يكتبونا. ما حدهم ما خرجوش حنا اللي عندنا الحق. السيده مضروبه حتى هي بالحبس، واش دارت في الحمام، واش دارت في المارشي، واش تسطرات على شي سرقه، واش دارت شي حاجه وصلتها القضيه. ومن زهرهم تيجيهم داك الشيء الزلط، جاتهم مع بغاو يديروا البوز ديال الولاده ولكن جاتهم هاد الضربه راهم ضايحين فهمتي راهم ضايحين. والحمد لله بحال اللي قلت للضر قبيله حنا في القضيه ديال الملف ديال المرحومه حنا هازمينهم هازمينهم بزاف بحال لاعبين واحد المشكوره ضاربينهم تسعود بزاف. هذا غير هدف جديد حنا هو الحق. نعم حنا الحق ماشي الباطل اكيد غير كنوا عاليين عليهم ونازلين عليهم نمشيو معاهم حتى الاخر. هذه القضيه هذه راه من البارح وانا تنحت فيها راني سمعتك انت قلتي فينا هي زهره وفينا هي زهره. ونزيدكم اللايف ديال السرباي البارح طلع له واحد التعليق زهره في السجن وقراه وقول له جمع راسك اذا مسو ما شافوش ياك غيدير مسو ما شافوش. لا قالها قالها وما جاوبش ما جاوبش داز دازو والاخرين غير البلوك غير البلوك غير البلوك غير البلوك. هذه هي المداخله الاولى الجديده الاخت نزال علاوي. شكرا اخويا ليك شكرا على المعلومه شكرا ليك على المعلومه شكرا ليك. حتى ياكدوا لينا حتى ياكدوا لينا الكونترير حتى ياكدوا لنا بانها راها موجوده. ما حدا ما موجوداش راها في السجن. فوالا نقطة نهاية. والسلام عليكم أختي زهاء. وعليك السلام سيدي الله يطول لك العمر مرحبا بك في أي وقت. هادشي ولا تيخلع والله العظيم هاد العائلة كلها اللي قلبتي عليه تلقاي عندهم في الحبس. الله يستر الله يستر الله يحضر اللطف والله يحضر السلامة. يعني هادشي في الدم ديالهم ماشي جابوه من عند شي حد ولا عاد نزل عليهم. شوفوا غير داك الفيلم القصير اللي حطنا الاخ ايوب كي يديروا الافلام القصيره غير على الاجرام ها السلاح ها الماس ها وديك هي خدمتهم فري ماشي كذوب. هذيك هي خدمتهم الفري علاش تعتقلوا ولاد خوتهم داكشي اللي كيديروا نيت الكريساج تعداو ما امطاها اللي دابا وعوجانا خبر ديال زهرة عينا نقولوا فين هي زهرة فين هي زهرة فين هي زهرة. كاينين حباب الله واللي كيسولوا كيبحثوا راه شي وحدين كتبوا لي قالك تضربت بثلاث شهور شي كيقول لك بشهر شي ويلي للمحسنين. هذوك ما تسميهمش المحسنين هذوك المفتنين اللي مازال معاهم ومازالين كيعاونوهم هذوك غير المفتنين في جهنم خالدين هذوك المفتنين ماشي المحسنين. لان المحسنين كيشوفوا واحد الانسان ما عندوش شي انسان معذور شي انسان عنده شي شلل عنده شي عاهه عنده شي مرض بحال السرطان بحال القلب حتى لا عاونتي تسمى محسن. اما الناس الصحاح كي الغول اللي عندهم ما عند حتى شي حد ومازالين كيمولوهم ومازالين كيعطيوهم مش من محسن. هذاك مفتين انا بالنسبه ليا مفتينين في اسفل جهنم خالدين وربي لا تلقاهم برب الدين دوك اللي تيمولوهم وتيعاونوهم دوك خالاتهم دوك المشيرات. اهلا الاخت نوره امطاها تحياتي ليك. الاخ
مول القاصح شتو عندي، مرحبا بخويا. اول ماشي اول مره، لا ماشي اول مره، نورتي لي القناه ديالي خويا الصغنن الغاليه، تحياتي ليك. جيرماني تي في تحياتي ليك. مولات الزروطه تحياتي ليك. هادشي شنقول لكم، ما عطيش ما كيبشرش بالخير هاد العائله، يعني حياتهم كلها عذاب، ذنوب المرحومه مازال يخرجوا فيهم بواحد بواحد، اللي شاف اللي تستر اللي دار مازال ربي ينتقم منهم بواحد بواحد. وشو نقول لك، وانتقام الله كيمشي لهم اللي عزيز عليهم، هذا هو المشكل، تيبدا لهم بالعزيز عليهم عاد تيمشي لهم هما، يا صحتهم يا هما بعدا يا هما اصلا. وهادشي اللي سمعت حتى انا ام مسعد، انا سمعت قال لك مشات للفريز، ما تنظنش قالك النهارده بفلوس، الخبر النهارده بفلوس بكره ببلاش، دابا يبان ترى غير زوينه. اهلا الاخت نورا، اهلا ايتوتو تحياتي ليك. واش صحاب لكم ربي غير يطلقهم بربي بالدين، كل مره تسمعوا خبر عندهم. الله يستر، الله يحضر اللطف، الله يسترنا ويستر وليداتنا ويحفظنا ويحفظ وليداتنا ويحفظ جميع المسلمين. هاد الناس طغاو وجرموا في حق ديك المرحومه وعذبوها وتكرفصوا عليها، وفي الاخر مددوها للتراب تسمم بالتدريج، وبلا اللكمات والضق اللي كانت واكله مسكينه، بلا يعني داكشي اللي كلات راه ما ساهلش، حياتها كلها دوزتها عذاب، ربي ريحها اللي داها والله العظيم ربي ريحها. ولكن بقاو فيا انا بناتها مساكن اللي تيتمو وتيتكرفصو كثر، هي الكبيره، لان الكبيره ماشي بحال الصغيره، الصغيره مازال مسكينه ما كتعرفو والو، الكبيره ديك المره عطاوها الماعن تغسلهم وتعاود وتغسل وتعاود، دابا كيعلموها الطياب باش تهزية كل شيء وما تقراش وما تقراش. بحق هادشي انا غادي نشوف نهار ثلاث ان شاء الله مع هاد هادشي، راه شي حوايج جابوهم لي صيفطوهم لي، انا غادي نشوف مع هادشي واش ديك السيده يتيمه تيتمت باش تولي لهم لابونيش ديالهم، ولا تيتمت من ما باش يقابلوها وتقرا، ولا شي حاجه اخرى نعرفوها نيت نعرفوها. وي حبات السكر، احنا قلنا الخبر ليس مؤكد، ولكن دابا نسولو ونشوفو هذيك السيده فين هي. عندنا مصادر، عندنا اللي غير وصلنا اي حاجه. كنتمنى نسمعوا غير الخير، حنا ما نبغيو المضره حتى لشي حد، لان هذيك راها الصندوق الاسود ديال ديك الدار، هي اللي عندها الخبايا والخفايا اللي وقعت للمرحومه سعاد، لان الشهاده ديالها مهمه بزاف، ما نبغيلاش المضره حتى تدلي بالشهاده ديالها وتقول شنو وقع نهار التنين بالتدريج وقبل التنين وقبل التنين، يعني السبت لحد التنين تقولنا شنو وقع ديك الثلاث ايام قبل ما يسافر الزوج، شنو وقع في الدار، هي راه حاضره حتى البنت الكبيره حاضره، هما الصندوق الاسود ديال ديك الدار، هما ديك الجوجات زهره والبنت، يعني ما نبغيلاش المضره ولا شي حاجه حتى تعطينا الشهاده ديالها، حتى تعطينا الاقوال ديالها، لان الشهاده ديالها اهلا ان تحياتي لك، لان الشهاده ديالها مفيده بزاف في الملف ديال المرحومه. اختي
دابا نشوف. المهم دابا نسول، دابا نسول. واختي حنا سمعنا اختي كنزة علالي، حنا سمعناها ولكن ما متاكدينش من الخبر، لان زهرة هي الصندوق الاسود، داكشي اللي وقع في المرحومه هي حاضره ليه، والافاده ديالها والشهاده ديالها غتفيدنا في الملف. يعني ما نبغيولاش المضره، لان كوميم شنو ما بغات تكون كانت بحالها بحال المرحومه سعاد البريقي، مسكينه كانت مهموله، كانت ما عندها لا قيمه لا والو، كانت لا بونيشتايه ديالهم، كانوا بحال بحال بجوج بحال بحال. ولكن كما عرفوا الشهاده ديالها غضرهم، ما غاديش يديروا لها هكاك، ولي جلسوها في وسطهم ولا يخليوها حتى هي تهضر معاهم في القناه ولا بزاف د الحوايج. وهي تاختو خرجت من الدار فراسي، حتى هي اللي كانت في السفلي حتى هي خرجت من الدار. دابا داو المشكل شجرة الدور. دابا نسولها، دابا نسولها، راه بحال والو تكون المحامية غدا هنا، لأن عندنا مع 9 الصباح شي حاجة نقدر نشوفها إلا كانت هنا. أنا غادي نشوف إلا كانت هنا، أنا غادي نسولها. وي نيكيتا بيان سور، أنا كنت طلبتهم، طلبت زهرة وطلبت البنت الكبيرة في الشكايه ديالي اللي درت، لانهم الصندوق العلبه السوداء، سمعتي العلبه السوداء، وجابوهم. ولكن شنو دار الحديث اللي بيناتهم، داك شي سكري كيبقى. ولكن ما نبغيش انا زهرة توقع لها شي حاجه حتى يكمل التحقيق، لان الشهاده ديالها مهمه بزاف بالنسبه ليا انا. وهي انا عارفه هو اللي مضروب بعشر سنين، دابا اختي فاطمه الطيبي ما غنقدرش نحكم حتى نسول الطريقه ديالي ونشوف، نشوف شنو كاين. ضروري نسول باش نعرفوا شنو كاين، حنا مذكرينها والحضور ديالها اجباري باش تدلي بالاقوال ديالها وبالشهاده ديالها. اهلا الاخت ماريا، ماريا لا اختي نورا ما يتلفك حتى شي حد، حنا ما نبغيو لا حتى شي مضره، لان الشهاده ديالها بالنسبه ليا انا مهمه بزاف كاع، ماشي غير شويه، لان هي العلبه السوداء في ديك الدار اللي هي ولا البنت الكبيره، وضروري غادي تكون عيطوا لها التحقيق، لان ضروري لاي واحد مشى للفرقه الوطنيه الا وغادي يعيطوا له للتحقيق. ما عرفتش انا داك الورقه كنت حطيتها هنا اللي كانت جاتني انا من الفرقه الوطنيه، لان اي واحد عيطت له الفرقه الا وغادي يجي عند قاضي التحقيق. درتها قبيله ويا عندي جبتها، تكون هنا
لقيتهاش ها قبيله وهي عندي. ماشي مشكل، دابا نشوفها فين بلاصه درتها. دابا نشوف فين درتها، انا قبيله وهي عندي حدايا. سمعتيو الشهاده ديالها مفيده بزاف، ماشي غير شويه، بغات تكذب داكشي شغالها، بغات تقول الحقيقه راه غتفلت من حبل المشنقه، لان هي كانت حاضره للشده والفاده واللي وقع السبت الحد والاثنين، هي حاضره اليوم قبل ما يسافر الزوج المتابع من طرف المحكمة، المشتبه به قبل ما يسافر قيلوش، هي حاضرة الفيلم، مبغيوش توقع لها حتى شي حاجة حتى شي مضرة، مبغيوها تكون بخير، لأن ديك السيدة تاهي ظلمت في حياتها، تاهي زعما الإنسان ما يتشفاش لي بغيه على بناته ولا على ولادو، يبغيه وعلى بنات الناس. ديك السيده تاهي تكرفصات بحالها بحال المرحومه، بحال اللي داز على المرحومه داز حتى على ديك السيده، نبغيو لها غير الخير في حياتها، يفدي لها الله، ولكن تأدي الشهاده ديالها وما تخاف حتى من شي حد، تأدي الواجب ديالها، تراعي لديك المرحومه وديك الشيء اللي داز عليها، لا شوف اختي فدوى ماشي البنت الكبيره، واخا يوصيوها ولا ما يوصيوهاش ضروري غتخاف، غتخاف من باها، غتخاف من مرات باها، بحال الطفله ايمان اللي كانت معنقه في مرات باها وتبوس وتعناق وحبيبتي وكان موت عليها، وحنا هزيناها وديناها الاصلاحيه، جلست واحد 3 شهور تحت مزيان، وهي حطات كلشي اللي كان كيدار فيها، هادشي اللي خاصنا حنا طلبنا يتهز ديك البنت من تم، ولكن ما كاينش شي بروف علاش غتهز، شي حاجه علاش غتهز، دابا عندنا علاش غتهز، دابا ايه دابا عندنا، اولا ما نجحاتش كيعطيوها تغسل الماعن وتعاودهم وتعاودهم وتعاودهم، هكا يعلموها، دابا عاود دخلوها الكوزينه كيعلموها الطبخ، يعني ما غتقراش ديك السيده غتولي خدامه عندهم في الدار، تقدر هاد الحجاج هاد الاثباتات يخدموا تقدر، المهم حنا اللي نديروا اللي علينا والكمال على الله. يا عمر طويل كاع وي الو. وعليك السلام، والله الا كنت كنسينك غير تعيطي دير لنا شي مداخله. صافا الحمد لله، الله يطول لك العمر، عطينا غير شي معلومات. الله يطول لك العمر، الله يبارك فيك، يمكن لك تعطينا شي على ان ديك البنات تكرفصت الكبيره بزاف، ما الصغيره راه باقا صغيره. تفضلي اختي. أنا دابا الصغيرة ولا الكبيرة كلهم في الكرفيس، ودابا ماشي بحال الكبيرة كاع على ولاو يدخلوها الكوزينة قالك يعلموها الطياب. إيه ولكن البنية الصغيرة محتاجة مسكينة للرعاية، ودابا اللي غادي اللي غيجري على الكبيرة غيجري على الصغيرة بحال دابا، غير عطينا شي إفادة، عطينا شي بحكم الخدمة ديالك بحكم راكي. إيه واخا مرحبا نعم مرحبا. دابا بدوزني في لايف، راكي راكي على المباشر دابا. اي مرحبا اختي نزار. دابا بالنسبه للبنت الكبيره، اللي كانت عند الفرقه الوطنيه قال لها ما تقوليش وسكتات ما قالتش، يعني هما راه مصيفط المحضر ديالها على اساس راه قالت لهم با قال لي سكتي،
فهمتي دابا شنو غطروا نتوما المساعده الاجتماعيه تابعه للمحكمه بي هي داكشي انا عارفه غير شنو ايوا المساعده الاجتماعيه كتدخل معاها ملي كتشوف لكان كاع هو بيقول انا ولي امرها ندخل معاها المساعده الاجتماعيه ملي كتشوف البنت يعني لا لا حنا ما كنهضروش من هذه الناحيه اختي لا 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 مشيتي بعيد حنا كنهضروا على البنت ما نجحاتش ولصقها قالك في القنوات با هي البنت كيدخلوها الكوزينه تغسل الماعن وتعاود وتعاود دابا كيعلموها الطياب سمعيني شنو غنقول لك انا سمعيني نقول لك هي ملي غادي يقول لهم انا البنت غادي يشوفوا بحال كيضغط عليها ملي غتكون المساعده الاجتماعيه مع البنت نعم ويكون هو جالس معها ملي غتشوف ديك المساعده الاجتماعيه شي ردة فعل من البنت فانها خايفه غطالبين ما يكونش معاه هو يخرج هو وتبقى البنت مع المساعده الاجتماعيه حتى الا سافت من شافت المساعده الاجتماعيه هذيك البنت محتاجه الاخصائي النفساني هي كتعمر تقرير على اساس هذيك البنت خاصها اخصائي نفساني فهمتي باش بغيت نوصل لك انا ديك المساعده الاجتماعيه تبع المحكمه ايه في المحكمه عندها الكتب ديالها في المحكمه راني شتها راني شتها راني مشيت عندها انا راني مشيت عندها وهضرت معاها راني ديجا سبقت الاحداث ايه هي كطالب البنت خاصة تكون مع اخصائي نفساني ملي تمشي البنت عند اخصائي نفساني انت راكي قلتيها يعني راكي قلتي على ايمان فهمتي ملي غيقعد مع الاخصائي نفساني راه غتعاود ليه كلشي والاخصائي راه يعطي التقرير ديالو بالحالة ديال البنت يعني تحت الضغط عليها ضغط شكون اللي كيمارس عليها الضغط شكون هذا كيضغط عليها علاش كيضغطوا عليها شنو السبب كيضغطوا عليها فهمتي هادشي اللي كيحاول الاخصائي والمساعده معاه يجبدوا من البنت واش فهمتي علاش قلت لك دابا باش نوصل لك انا الميساج فانت طالبي ان البنت تكون مع مساعده اجتماعيه هذيك المساعده الاجتماعيه ملي كتشوف البنت محتاجه الاخصائي هي كطرح هذاك المشكل ديال البنت راه خاصها اخصائي باش تخرج داكشي اللي عندها القديم والجديد كلشي من نهار عقلت على راسها يعني من وين هي عندها مثلا 6 سنين 7 سنين كلشي غادي تقول البنت هادشي بنوصل لك انا يعني طالبي بالمساعده الاجتماعيه تكون تابعه للمحكمه القاضي يفرض المساعده الاجتماعيه ملي كيشوف البنت دارت واحد ردة فعل يعني ما بغيش تقول تعرف عليها ضغط ضغط عليها شي حد هادشي هو اللي خاصك طالبي انت والمحاميه ان شاء الله به باش البنت راه الا فرضت البنت راه غتقول لكم العجب كاع داكشي اللي حضرت عليه غتقول ليه البنت تقول البنت كله اللي شافته في الدار غتقولو وهداكشي غيتحط عند القاضي ياك هادشي اللي بغيتي نوصل لك اختي نزار وي لا لا وي لا هادشي كاين فعلا ولكن انت طالبي انا كنقول لك دابا المساعده الاجتماعيه ضروري خاصها تكون مع البنت ان شاء الله هذا هو الميساج اللي بغيت نوصل لك انا وكنتمنى تكوني فهمتيني لا فهمتك لان انا شفت واحد المره كانت قالت واحد الكلمه سبحان الله العظيم بحال نطقها سيدي ربي قالت بابا كيضرب ماما في الدار هذيك الصغيره اللي قالت لك الهضره حتى هي راه 5 سنين و6 سنين راه واعيين راه عارفين حتى هي تقدر تقول شي حوايج اللي تفيد الملف هذوك البنات الا كانوا مع مساعدات ومع اخصائيين يقدروا يقولوا شي حوايج اللي يفيدوا الملف يعني داكشي اللي شافوا راه ما غاديش يقولوا هما شي حوايج اللي ما شافوهاش غادي يقولوا داكشي اللي شاف تعويناتهم واللي سمعوا ديناتهم غادي يقولوا دوك البنات ما غاديش يجيبوا شي حاجه ان الدراري ما تيقدرش داكشي اللي شافت يقولوا هي قالت سبحان الله العظيم لا اراديه قالت وهو عرفتي واحد عنده واحد ردة فعل كي دار زعما ما شاء الله يعني داكشي اللي كيدير بابا قالته ما زادش شي حاجه حيت الدراري الصغار تيقلدوا كيسمعوا الهضره كيجاوبوا كيعاودوها داكشي ما تقدريش اختي نزهه تقولي لهم ما تقولوش هاد الحاجه وما يقولوهاش راني يمكنش واحد الملاحظه لحتى انا وكيحفظوا راه حفظوها 9 شكون اللي غيصوب لباباها الشانطي خص الناس يصوبوا لباباها الشانطي راه قراوها شنو تقول البنت الصغيره يعني ايوا هي البنت يعني الا ما هضرناش على هادو راه خصنا العصا الا ما هضرناش على هادشي البنت دابا مني غتقول شكون اللي قال لك هاد الهضره غتقول لي شكون اللي قالها ليا وانسينات شكون اللي قال لك مثلا قولي هاد الكلمه فلان اللي قالها ليا شكون اللي قال لك ديري هاد الحاجه فلان اللي قالها ليا داك اللي قال ليها ديري هو اللي كتقول ما كتزيد ما كتنقص واخصائي نفساني طالبي بيا اختي نزار دوك البنيات بجوج طالبي لهم باخصائي نفساني وي راه بجوج دابا حتى الشهاده لا ديتي البنت للشهاده راه ما خص ما تقعدش عند القاضي راه كتكون معاها مساعده اجتماعيه هادي باش نقولها لك تكون معاها مساعده
ما تدخلش بوحدها مع القاضي، تدخل مع مساعده اجتماعيه لان البنيه باقا صغيره، فهمتي؟ هذيك المساعده كتساعد على شي كتقول لها شي كتجبد لها شي هضره باش تحاول تخليها تفرغ داكشي اللي عندها، تقول داكشي اللي عندها. وي حتى نهضروا انا وياك في الخاص، الله يطول لك العمر على شي حوايج. صافي واخا قبل ما احتاجتيني مرحبا اختي نزار. لا هي كمل الله يسمعيني، باش نوجدك شي غدا معايا الله يرضي. انا لا انا شي حوايج ما قدرتش نقول لك في اللايف الصراحه. لا ماشي في اللايف، عاد نسالي اللايف ونهضر معاك في الخاص، ماشي في اللايف. اي عرفت عرفت. لا ماشي كلشي الله ياخذ حق، الله ياخذ حق، الله ياخذ حق هذيك هذوك البنات المساكين، الله ياخذ حقهم في اللي تمام فيهم. حنا عندنا وليداتنا وتنغيبوا عليهم غير 4 سوايع 5 سوايع وما تصوريش كي تنوليو. الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق اللي تمدوك البنيات فمهم وهما باقيين امس الحاجه اللي مساكنه. هذيك البنيه باقا بتصوم، هذيك البنيه اللي عندها 16 عام راه عندي بنيه قدالي في البروفيل راه قدها راه باقا بتصوم، باقا نحتاجها لما كيفاش توريها تغسل، كيفاش تنقي، كيفاش هذيك البنيه مسكينه كيفاش تدخل المدرسه لقيتها معاش الدخول معاش تقول. الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق اللي تعدى على هذيك المراه ويتمدوك البنات. الله ياخذ فيه الحق يا ربي، الله ياخذ فيه الحق، يشهر فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق الشيء اللي تعدى على دوك البنيات ويتمهم فمهم. الله ياخذ فيهم الحق يا ربي، ياخذ فيه الحق في الدنيا قبل الاخره، يا ربي تاخذ فيه الحق في الدنيا قبل الاخره. احنا امهات وخلونا امي خلاتني كبيره ومجوجه بولادي ونهار ما تمسخيتش بها، وحسب الله هذوك البنيات باقيين امس الحاجه لمو مساكنات، باقيين بيتزوجوا، باقيين بيصوموا، باقيين بيكبروا، باقي ديك البنيه بتصاحب بتهضر مع الولاد بتجي تعاود لما امورها الخاصه. الله ياخذ فيهم الحق، اللهم امين. هادشي وانا نقول الله ياخذ فيهم الحق. شوفي حق المرحومه باين كلها غير مجرد وقت، خذيها من عندي بالياقين. شتي بينها في الدنيا قبل الاخره، الاخره حنا كنهضروا على الدنيا، حنا اما لا مشات عند الله راه غياخذوا لها سير بلاص، حنا كنهضروا على الدنيا. نشوفوا بعينينا في الدنيا في هذوك الناس، بينها نشوفوا فيهم، نشوفوا فيهم عذاب سيدي ربي في الدنيا قبل الاخره. العدل ديال سيدي ربي ما بين حتى شي حاجه، العدل ديال الله سبحانه وتعالى والعداله ديال الله بينها نشوفها في الدنيا قبل الاخره. تحرقنا على دوك البنيات، حنا عندنا وليداتنا ونشوفوا دوك البنيات محروقين عليهم وما قدرناش ننسوهم. ميلف يلاه اختي نزاس بحال اخر، ميلفتي الم بزاف ديال هاد المرحوم، بزاف بزاف والله القسم الا بزاف. وحنا خلاتنا نجوجين ولادنا وما سخيناش بها، وحسب الله بلي الصغار مساكن محتاجين لامهم كل دقيقه وكل ساعه وكل غير في الحمام محتاجين لامهم، غير في بدل الحوايج محتاجين لامهم، غير في التمارين محتاجين لامهم. الله يدير لهم تاوي الخير، الله يدير لهم تاوي الخير. سمعيني اختي، الله غيدير لهم تاوي الخير والله العظيم، انت غتشوفي ان شاء الله، لانهما طاحوا في ايادي امينه، انت غتشوفي ربي غادي يحن عليهم. لا حول ولا قوه الا بالله، وحق الله الا اكثر من فانا تكلمت فيه نكذب عليك اكثر من وانت انا غي ما بغيت نزيد علمي مني كندير واحد كندير اللايف ديال الطيش، الله يطول لها العمر، كنديرو مع الصحاب نكون نديرو زعما السيدة ما شاء الله عليها وحق الله. الله يخدمك، اللهم امين، اللهم امين. شكرا اختي، الله يطول لك العمر، شكرا. ما احتاجتيني مرحبا. لا غنحتاجك، غنحتاجك لان هادشي خصو يكون حاضر معايا فاش غنمشي، يكون هادشي معايا ماشي عاد نمشي تما عندنا نوجد، غنحتاجك في شي شي. شوفي داكشي اللي داكشي اللي محتاجاني فيه قيلي فوق باش طيحي عليا ونجاوبك عليه. واخ واخا اختي، الله يطول لك العمر، شكرا لك. يلاه سلمي لي على الوالده الله يطول لك العمر، الله يبارك فيك، شكرا. سيد الله اختي نزار، يلاه سهلا، يلاه باي باي، بسلامة لالا، بسلامة. هادشي ديال هاد الدراري صغار اللي كيتيتمو صغار تيألم بزاف بكاع، مشي غير شويه وبالاخص ما كيلقاش الحنان ولا اللي يراعيهم ولا اللي يكون بيهم. باهم ما مسوقش، مرات باهم اللي قالك خداها باش تصمت البنت الصغيره وتقابل الكبيره ما مسوقاش، دايها فهاد البيبي الجديد يلاه كل مره هما دايرين ليه سبوع ليه، البنات ما عمرهم سبعوا ليهم ولا سماوهم، يعني هادشي كيألم.
واحد باغيهم باغيهم وقيموت عليهم وما لاقي لهمش الجهد، وواحد جالسين معاه وما مسوقش ليهم. اختي فتيحة شي متتبع اللي قالها؟ واختي دي راج مساعدة اجتماعية نيت، غتفيدني بزاف د الحوايج، لان انا كنت شت مساعدة في المحكمة وهضرت معاها، ولكن طلبوا مني شي حوايج دابا غادي نحطهم ان شاء الله، دابا غنحطهم. شتا اختي جيني قول شي بنادم فاش كيتيتم لا والي لا تالي، ولكن ربي كبير الحمد لله ربي كبير. الحمد لله على كل حال. ديروا يلا لايكات، ديروا لايكات، عاونونا غير باللايكات. اكيد عندهم الله، الله فضل من كل شيء، ولكن غادي نتعاونوا ان شاء الله، غادي نتعاونوا وغنديروا لهم الحل. شكرا نيكيتا، شكرا لك، ضروري غنديروا لهم شي حل، لان انا ديجا هضرت على هذا الشيء، طلبوا مني شي حوايج انا ما شفتهمش، دابا وليت كنشوف شحال من حاجه، دابا يمكن لي ندير اي حاجه نديرها. سارة الا كتبوا عليكم نهار واحد 30 غتكون شي حاجه، راه ما غتكونش. يلا الجل ديال التحقيق. الو، وعليك السلام. صافا الحمد لله، الله يطول لك العمر. شكون اللي معايا؟ ايه شكون اللي معايا بعدا؟ شرفين. واخا سيدي نبدا نعطيك دير مداخله. نعم عوانا نشعل لك وهضر على المباشر. انت تفضل اخويا. واخا بالنسبه للحاله ديال هاد البنات، اصلا ما كنشوف هذا رايي خاص. نعم لكن شوف الحضانة، يعني دابا بحكم ان الام ديالو هو هي طرف في طرف في هذا المشكل هذا. نعم يعني ما خصهمش تكون عندهم الحضانة نورمالمون، يعني الحضانة في الحقيقة خصكم ديروا يعني تنقدوا دوك البنيتات باي وجه كان، يعني راه خص اي حاجة ديروها، لان ما يمكنش هو مشى يدير حياته. وي ولو دوك البنات الضحية، راه دابا المشكل راه الأم ديالهم الله يرحمها، ولكن راه الكارثة الأعظم أنهم هذوك البنات. وما تنساش بأن باهم قال ما عندهم لا والي لا تالي، يعني ما عندهم حتى شي حد غير باهم. لا باهم أنا ما كنديرش عليه، أنا باهم لأن أنا كنشوفه كل مرة كيقول الهضرة، أنا باهم أنا كنقولها للمدام ديالي ما عمره هو شد شي هضرة. هو بعدا هو كل مداخله ولا لايف اللي كيدير ولا فيديو اللي كيدير كيقول كلام، هو بعدا مش هتهضر.
نسيت دابا هو المشكل كامل، المشكل اللي كيهم كيهمنا حنا، كيهمنا حنا البنيتات. دابا هذوك البنيتات، هذوك البنيتات هما ديال الغد دابا حنايا كمجتمع مغربي. واخويا بحكم حنايا هنا، حنا دابا انا كنشوف هنا لي سيرفيس سوسيال هنايا في هذه البلاد ولا في اوروبا ولا، وحنا مسلمين، حنا اولى يعني، حنا اولى خصنا ندخلوا، حنا اولى يعني. كنشوف انا دوك البنيتات راهم هذوك ديال المستقبل، يعني راهم ضحيه، يعني ما يمكنش نزيدوا نضحيوا بهم اكثر. راه كل نهار اللي غادي تزيدوا اولى بهم، كل نهار اللي غادي يزيدوا راه انا كنشوف الجده ديالهم والخالد ديالهم اولى حتى في الشريعه اللي كتقول هكاك، يعني لانه هو مش هيدير حياته. وي وي هو مش هيدير حياته. انا غندير اخويا الواجب اللي عليا كحقوقية، اسمعني كحقوقية، وعندي حقوق الطفل وفي هيئة ضروري غندير الواجب، لأن وصلت بشي حوايج دوك البنات ما عندهم لا ولي لا تالي، جداهم أولى بهم، جداهم ضمهم أولى بهم، أولى بهم. حتى في الشريعة راه كيقول هكا القانون المشرع ديالنا، أولى أستاذهم. وي أه، هو باهم ما مساليش ليهم، مرات باهم اللي تزوجها قال لك باش تصمت وتقابل، ما مساليش ليهم. دابا المشكل، دابا المشكل هذا معمق، يعني أولا ماشي واحد الزواج ديال باهم عادي، هذيك السيدة اللي مزوج بها حنا ما عندنا حتى علاقة، ولكن هذيك الزوجة حتى هي طرف في المشكل. يعني حتى تثبت المحكمة حاليا، دابا حاليا راه طرف في المشكل، يعني حتى غادي تثبت، لأن ربما كانت علاقات وكانت مشاكل في الحياة ديال الزوجة ديالو. إذن هذا راه مشكل، يعني هذوك البنات راه من البداية ما كانش يبقاو له، لأنه هو إنسان غير مسؤول، هو تيحلف جداهم ما عمرها تشوفهم حيت هما غيفرشوه داكشي باش ما بغاش يعطيه لجداهم. ماشي هو، ماشي راه حنا الحمد لله في واحد البلاد اللي ديال الحقوق وديال القانون، حنا ماشي راه حنا انه هو غادي يحلف، حنا ما غاديش هو انه باش غادي يحلف، باش غادي يحلف لانه هو اللي دابا بحال انه كيشرع علينا القوانين. انا حتى الا كان شي نديرو شي شي عريضه او نديرو شي حاجه، حنا ما كيهمناش، اللي كيهمو حياته هو، ما كندخلولوش حنا في حياته. لا نديرو القانون بعدا، لا نبداو بعدا نديرو القانون، ما نتسرعوش، نديرو الواجب ديالنا، نحطو مسائل ديالنا ونسينو نشوفو شنو غادي يوقع. لان انا بحكم انا كأب، نعم، انا ديما كنقول هاد الزوجه ديال انا الاطفال فوق كل اعتبار، انا هاد المساله هادي ديال الاطفال ما قادرش بيهم، كاينه الدوله تقدر بهم، اللهم الدوله، اللهم الجده ديالهم غادي قادره تحضنهم، تعطيهم داك الدفء، غادي تشوف فيهم بنتها وغادي تشوف فيهم كل شيء، يعني غادي تعطيهم داك الدفء. خالتهم اولا من عمتهم؟ لا خالتهم زوجة، لا لا هم اللي كاينه و... المهم اذا الجده ديالهم اولى، ما كانش كاين الجمعيات وكاين الناس عطى الله ويقدر يكونوا محسنين غادي يلقاو فيهم الخير عليهم هو. ما لا لا ما جداهم ما ترضاش تعطيهم يا بخيره تعرض. كيفاش هاد البنت النفس ولا زعما كنقول لك اسوء الحالات، لانهم هما تما راه ما غاديش يكونوا مزيان، راه ما غاديش يكونوا مزيان، لان ديك الطفله خصها راه سيكولوجيا خصها يعني خصها المعالجه سيكولوجيا نفسانيا، راه خصها تعالج ديك البنت، لان اولا قطعت الدراسه، اولا داك المحيط اللي كيدور بها يعني راه ماشي سهل عليها، ويعني هو راه مشى كيدير حياته، يعني انت دير حياتك الله يسهل عليك، ولكن خلي دوك البنيتات مشاو عند الجده ديالهم واولى بهم. هذا الشيء اللي كنشوفه استاذه، واسمح لي على المداخله. لا ماشي مشكل، مرحبا بك اخويا، الله يطول لك العمر. يعني هذا هو اللي زعما انا ديما كنشوف الزوجه ديالي، قلت لها عطيني الاستاذه نقول لها الله يطول لك العمر. مرحبا بك اخويا، انه هذا مرحبا فيك وشكرا، والله يعاونك. امين والله يعاونك. انا جوج الحالات اللي كنتمنى من بلادي ومن المغرب ديالنا، الحمد لله احنا رحنا في واحد التطور، في واحد المسار غادي جد متقدم، كنتمنى عندك هذا الراعي والحقوق ديال الطفل والراعي، وعاوتاني المساله ديال الاغتصاب، انا هذيك المساله كان ضد الفكره انه يغتصبها ويمشي يتزوج بها، وديما كنكون انا والزوجه ديالي كنقول لها انا كيخصو يكون بحال اوروبا، اغتصبتي 30 عام ديال الحبس ما تزوجهاش اخويا، 30 عام 20 عام باش مره اخرى. هادشي اخويا رحنا غنشوفوا مع
هاد الهضره لان ماشي تغتصبها وتاخذها باش تدرق على الجرم ديالك. لا تاخذ العقاب ديالك عليها كينتقموا منها وكيديها الاسره ديالو. وضدها انايا، ضدها هاد الفكره هادي، وما كنامنش بها وما كتدخلش للفكره. يعني ديما انا والزوجه ديالي كنكونوا نتناقشوا هكا، كنقولها يا ريت ان واحد النهار يحييني الله ونشوف المشرع ديالنا طبقها وتكون جذريه. وي سي جذريه. وي وي على هذه هي الامنيه ديالي في هذه زعما. تبارك الله عليكم، الله يطول لك العمر، الله يوفقكم الخير. شكرا، مرحبا بك في اي وقت. قناتكم هذه راه صوت المغرب. الله يوفقك استاذه. وتحنا بالنسبه للناس بحالكم كيشرفونا وكيدافعوا على حقوق الانسان وكيدافعوا على حقوق الطفل، وما كنزيدوا غير بلادنا اكيد القدام والحمد لله، لان احنا بغينا غير بلادنا تكون، لان هذا الشيء هذا كامل، هذا الشيء هذا كامل كيشوه الصوره ديال البلاد وكيشوه الصوره ديال. وحنا خصنا نبنيو واحد الجيل، احنا محتاجين كنبنيو واحد الجيل مستقبلي، وباش نبنيوه كنبنيوه بوليداتنا وبوليدات اللي غادي يكونوا هما ابناء الغد، هما اللي غاديو المشعل، هما اللي غاديو. ما يمكنش هو غادي تكون النفسيه ديالو منهاره غادي تنتظر منها غادي تعطيك شي حاجه داك البنت او الطفل او او او. الله يدير لي فيها الخير. الله يطول لك العمر. راه كيشكروك المتتبعين، قال لك تهضر مزيان، اكيد غيهضر مزيان لان عنده حرقه على الاطفال، راه عنده وليدات وحتى هو اللي كيخاف على ولادو كيخاف على ولاد الناس، وبالاخص دابا دوك البنات يتامى دابا تيتموا من امهم. لان انا زعما ديما كنت كنكون كنحاول باش نكون بعيد على هذا الموضوع استاذه، ولكن صراحه انا ما كنتش كنبغي ندخل وكان نراقب عن بعد بحكم الزوجه ديالي تقريبا يوميا كتبعكم وكان نتبعك تقول لي انت اسمو الراي ديالك. كنقول لها شوف انا هذا الانسان هذا من الاول انا ما نقدر لا نتهمو ولا ما نتهموش، انا ما ماشي طرف، حنا ما تهمنا حتى شي حد. كيدخل يخرج في الهضره. انا من البدايه ديال الموضوع ديالو كان غير على كملاحظه شخصيه فهمتي، كنشوفو كيدخل يخرج في الهضره. وي وي لو كان هو انسان وكان عنده حرق على هذوك على هذاك الابناء البنيات ديالو الابناء ديالو، لو كان جا كمسؤول اولا هو يدير المشاكل الشخصيه اللي عنده مع الخاله ديالو او النسيبه اللي هي الام ديال الزوجه ديالو يخليها جانبا ويراعي النفسيه ديال الابناء ديالو. كان عليا انا احترمه ونقول له تحياتي. وي وي يعني كان هو لو كان هو كان واحد الانسان ويكون واحد الانسان متحضر واحد الانسان عنده يعني عنده غير على الابناء ديالو غيخلي الخلافات جانبا وغادي يمشي ويديهم هو ويشوف يقول لهم ها هما، هو يلصقهم وهو يرغبهم وهو كيبين على واحد النضج واحد الغيره واحد الحب للابناء ديالو. ولكن هذا يعني حتى هو كيخلق واحد المشكل، يعني انت دوك البنات ما كتخلي حتى شي واحد يقربهم، إذن عندك انت شي حاجه، عندك شي مشكل. وي يعني وي يعني خايف لا يفضحوا الاكثريه البنت لك شي حاجه ما واضحاش، خايف لا تفضحوا. إذن ما تضحش شي واحد نهار الدولة غادي تشوف اليوم غدا واحد نهار غادي تفضح كلشي، ما تزيدش عاد الأسوأ، ما تزيدش الأسوأ. يعني هو كان عليه من البداية ديال المشكل كان هادوك البنات تديهم للشدة ديالهم. شي متتبعة قالت لك هو كان نكرهم في الحياة ديال مهم حراك. إذن هو ودابا والغريب في الأمر أنا اللي كنشوف باش كنقول لك هاد السيد هذا كيتناقض، عنده انفصام في الشخصية. كل مرة كيقول الحضرة هو مشى يدير الحياة ديالو بعيد والبنات مع الشدة ديالو. شكون هذيك الشدة؟ هذيك الشدة أصلا لو كانت غادي تعتني بالأم ديالهم قيد الحياة. والله العظيم يعني مادام ان كان عندك مشكل وكان مشكل يعني خص الانسان يتصالح مع الذات ديالو. كاين مشكل راه كان مشكل، راه ما غاديش تقول انه راه ما كانش راه او لا ما كنتش او لا. اذن انت كنت مسؤول. ربما هاد السيده هذا انت وياها ما تفهمتيش، او هاد السيده هذه كان ما كانش بيناتكم، كان عليكم كاين طرق وكاين، وما تزيدش تضحي وما تزيدش تعمق بجوج ديال البنيتات 15 عام ولا 16 عام ديال الزواج ومن بعد تجي لهاد المشاكل. 14 عام ديال الزواج ويعني والضحيه اسمه هي الضحيه، يعني الانسان جوج ديال البنيتات، يعني هذوك جوج بنيتات
غادي نخرجوهم للمجتمع ضحيه مجتمع، ضحيه يعني هذوك البنات ضحيه، وكيزيد يضحي بهم. يعني انا كنطلب منه وكنناشدو زعما من هذا المنبر ديالك اللي يكون كيسمع، لا راه ماشي ضدو، حنا غير هذوك البنيتات خليهم عطف عليهم، شوف ليهم لوجه الله، ندير واحد البادره منك انت وقول لهم اسيدي انا خرج، اسيدي كون شجاع انت وكتقول انني انا ما عندي حتى شي حاجه، وقول لهم اسيدي انا نمشيو عند الجده ديالهم مرحبا، نمشيو عند الجده ديالهم. إذن إذا كنت صافي وما عندك حتى شي حاجه وبريء، قال لي مشوا عند الجده ديالهم اولا. هادشي اللي كنشوف ان شاء الله كلها كاين غير الخير. تبارك الله لك استاذه، الله يبارك فيك، شكرا طول عليك. خليو المداخله على شي شخص اخر وشكرا. مرحبا لا تبارك الله عليك، شكرا. خوتي كونوا هانين، انا غندير الواجب ديالي، غندير البوان بوسيبل ديالي باش نوصلوا لشي حل ان شاء الله. كونوا هانين، كونوا هانين. اهلا الجرفاويه حره، يلا المتتبعين ديالي الغزلان غنكتفيو بهذا اللايف. ما بغيتوش ديروا لايكات، ما بغيتوش تدخلوا، ما بغيتوش ديروا ليا قليبات، ما اختكم انا ما والو. انا غنغضب. تنضحك معاكم، والله الا كنضحك معاكم، والله الا عييت هاد النهار من الصباح وانا واقفه. عاد تغديت وفطرت وتغديت وتعشيت، والله العظيم عاد دخلت. ان شاء الله غيكون غير الخير. انا غادي هادي اللي هضراتي معايا راه مساعده، يعني ماشي هادي مساعده اجتماعيه، وميم طون عندها ما تقول. وديك المره كانت نباتني لشي حوايج، قلت لها انا ما يمكن ليش، راه دابا باهم يحن، دابا باهم يحشم على عرضه، دابا يديها في بناته، راه دابا ملي عرف القضيه حامضه عنده دابا يراعيهم، دابا يفعل، دابا يترك. ساعه اللي فراسو راه فراسو، كيف كانوا شحال هادي باقيين لحد الان مهملين. المهم دابا عندنا الحق، نديروا الاجراءات ديالنا ان شاء الله ويكون غير الخير. كونوا هانين، كونوا هانين. انا مازال غنتصل بالاخت باش نعرفوا الاجراءات اللي غنديروا. انا دايره ولكن تزيد حتى هي ديك خدمتها باش نزيدو نشوفوا شنو كاين. يلا غادي نقول لكم تحيه كبيره وامسيه سعيده وبونوي وبون غيف، وبحال ديما مح عليكم. يلا ديروا لايكات باش الخبر يوصل لشي ناس. الله يبدا يحن. غدا تسعود خصني يكون في المحكمه، عندنا شي ملف قبل عيط لي المحامي جاي مسكين من مكناس، خصني يكون معاه مع تسعود الصباح، دونك خصني 8 وربع نخرج من الدار، لان يعني المحكمه بعيده بزاف. الله يطول لكم العمر، الله يحفظكم ليا. يلا باي باي عليكم، مح على الغزلان ديالي.